مسائي هذا اليوم، الشوط الحادي عشر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وهو الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في مسافة 6 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه التحديات المثيرة، بهذه الأسامي اللامعة والرنانة في هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. ننطلق بمقدمة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هيمان من قاد المجموعة بالشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد عن نهيان، والمحترف يمعى بن عتيج الرميثي في عملية تضميره وتدريبه. نتابع المركز الثاني، كي أرى هملول لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، عملية التضمير عند سهير بن مبارك بن مرخان، ومع المركز الثالث عنيد التابع لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز الرابع، مع المركز الرابع التسلل لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد من يقود بهذا الانطلاق، ومع المركز الخامس صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز السادس أرى التسلل بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان. بدأ ينطلق بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير، الذيب على الصدارة، الذيب على المقدمة بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير المضمر الواثق، المنقدرات دائما مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات المثيرة. يا سلام، الذيب على الصدارة، عنيد مع المركز الثاني التابع لهجن الرياسة، وعيسى بن أحمد بن مايد الخيري من بدأ أيضا يطلق العنان لعنيد اللي بدأ يعاند في هذه اللحظات، ولكن الذيب على الصدارة، الذيب وعنيد، والذيب هو الأقرب. تهانينا الهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على فوز الذيب بالمركز الأول. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير عنيد مع المركز الثاني لهجن الرئاسة، ومع المركز الثالث لمح البصر لسمو الشيخ راشد. صار يصل مع المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، المركز الرابع هيمان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد نهير، المركز الخامس هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. ولكن نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول الذيب الى خط النهايه، يقطع المسافه في 9 دقائق 34 ثانية و8 أجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه، والتهاني دائما لحمد بن راشد بن غدير عنيد، يصل ثانيا 9 دقائق توقيته الزمني. هذه لحظات الوصول 9 دقائق 35 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، والتهاني لعيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي، واللي وصل مع المركز الثالث لمح البصر يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 37 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني لمسري بن سالم بالعرطي الحميري. Thank you.